والإخوان اليوم كنتواجدوا في مدينة كورتخي البلجيكية، هي من أجمل المدن اللي كاينين في بلجيكا، ما كبيرهش بزاف ولكن زوينة فيها ما يتشاف. إن شاء الله نمشيو نتسراوها كاملة، اللي ما عمره ما عرف مدينة كورتخي إن شاء الله نمشيو نصوروها ونتعرفوا عليها كاملة. إخوان سبرديلة 9000 أورو، ها هي كتشوفوا نايك وين الاخوان. دابا كنتواجدوا في هذا المكان هذا، انا نصور لكم القدام اللي كاين واحد المعلمه زوينه اللي كتعرف بها كورتخي هذه، يعني اي واحد هنا في بلجيكا ملي كتوري هاد اللعيبات هادو يعني راه كيعرف انها كتعلق بمدينه كورتخي. تتشوفوا الناس كيديروا لي باطو هنايا، كاين سكنه غير اون فاس. ابخي هنا كاين القهاوي، سناكات، مطاعم. هو هاد لاكوت كبير، هنا البلاصه زوينه، كاين واحد القنطره تماك في الجهه الاخرى. فوالا هادو الناس عاوتاني اللي كيبغيو يفيزيتيو المدينه غير من هاد الواد هذا كيتكرا، سوا تكريب الشيفور سوا نتايا تسوق الا بغيتي. ها هو هما الناس حاطين لابيريتيف ديالهم، يا سلام. الاخوان هاد الطابلو اللي كيبان لكم كامل، والله اخوتي لا مصيب بالملحه شويه، انا كتب السميه ديالي بنفس هاد الملحه هادي. هذا الطابلو مصيب واحد الجابوني هنايا في كورتخي بلجيكا، عرفتي بصراحه انكرويابل باش يكون عندك عرفتي شنايا الخاطر في الصيف هادشي هذا كامل، بصراحه برافو والله.